السلام عليكم، انا ايهاب الفقيه سيلز اكاونت مانجر بشركه اي بي تي. مسيرتي المهنيه بدات بالاي بي تي ببدايه 2022، وخلال هالفتره اكتسبت خبره كثير كبيره من خلال العمل مع فريق محترف والتعامل مع شركاء محليين وعالميين. نحن فريق عمل اي بي تي ملتزمين بتطوير مهاراتنا وقدراتنا والتدرب والاطلاع المستمر على احدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تقديم افضل الحلول واكثرها جدوى اقتصاديه لشركائنا من مختلف القطاعات. أنا متفائل جداً بمستقبل الشركة ومستقبلي مع الشركة بسبب التطور السريع والنمو الكبير اللي عم نحققه على مستوى الإمارات العربية المتحدة والعالم، وهذا التطور نتيجة طبيعية لاتباع رؤية واضحة وسياسة هادفة لإدارة الشركة بالعمل المستمر على تعزيز روح الفريق، تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، توفير بيئة عمل ملهمة بتشجع فريق العمل على تقديم أفضل أداء عندهم، وتوفير فرص التعلم والتدرب المستمر. أنا فخور جداً بوجودي بشركة اي بي تي وشاكر الإدارة على كل الدعم لجهود فريق العمل ولي شخصياً، وشكراً.